جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الحناكية. مستمع رمز الى اسمه بالحروف ميم ها عين يسأل ويقول: انني قد حلفت بالطلاق بانني لا اذهب الى مكان معين، ولكني نسيت هذا الحلف وذهبت الى ذلك المكان ولم اتذكر الا بعد 3 سنين، فما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت ناسيا، الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن في قضية الطلاق هذا يحتاج إلى نظر. فإذا كنت نويت إيقاع الطلاق عند ذهابك إلى هذا المكان، فإنه يقع بك طلقة واحدة، يقع منك طلقة واحدة على زوجتك. وأما إن كنت نويت منع نفسك من الذهاب إلى هذا المكان ولم تقصد إيقاع الطلاق، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمك كفارة يمين، لأن الطلاق في هذه الحالة يجري مجرى اليمين. قد قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة الأيمان هي الكفارة. نعم.